صباح الخير يا منى، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. احنا فعلا لسه مستمرين هنا في شرم الشيخ. يمكن النهارده يوم مختلف شويه، كل يوم من ايام المؤتمر ليها سمه خاصه او عنوان خاص بيه بيتم مناقشه فيه الملفات اللي هتكون موجوده في الورش الرئيسيه او حتى الورش الجانبيه. النهارده هو يوم العلوم، ازاي تقدر العلوم ان احنا نطوعها لخدمه القضايا المختلفه، والطبع طبعا عشان كاب 27 هي قضايا المناخ، وازاي يقدروا يتعاملوا بطرق جديده للتعامل مع تحديات القضايا المناخيه. من اهم الطرق الجديده العلميه اللي دايما بنتكلم عنها وكانت موجوده برضو امبارح في بعض الجلسات وموجوده بشكل عام على مدار ايام كاب 27 هي التعامل مع الطاقه الهيدروجينيه. الطاقه الهيدروجينيه اصلا استخراجها واستخراجها بطريقه علميه منا، يعني الحقيقة إن هم بيجوا بيحللوا جزيئات المية عن طريق الكهرباء بشكل أو بآخر، وبيطلعوا الهيدروجين من المية، طاقة الهيدروجين يعني مادة الهيدروجين نفسها من المية، ويبتدوا يستخدموها عشان تبقى طاقة في حاجات كتيرة جدا، المصانع وغيرها من الملفات الصناعية المختلفة. لكن حتى الهيدروجين نفسه لما بيتم استخراجه بيكون مقسم ل90% هيدروجين أخضر، وهو ده الهدف الرئيسي، هو الهيدروجين الأخضر اللي هو الصديق للبيئة عشان ما يكونش فيه أي انبعاثات كربونية من الممكن أنها تأثر على التغيرات المناخية أو على الاحتباس الحراري، وده أساساً الهدف الأساسي أن احنا نقلل الانبعاثات الكربونية. لكن مش بس كده، الهيدروجين طاقة صديقة للبيئة جداً جداً، لأنه حتى لما بيتم فصل جزيئات الهيدروجين 90% الهيدروجين الأخضر، وفيه كمان الهيدروجين الأزرق أو ما يطلق عليه الهيدروجين الأزرق، هو جزء كربوني بسيط بيحاولوا دلوقتي أن هو يتم ايضا تطويعه لاستخراجه ويتم استخدامه في الطاقات المختلفة. كمان العلوم مش بس هتكون مقتصرة على فكرة الهيدروجين، لا كمان فكرة الافكار العلمية الخاصة بالشباب والابتكارات الخاصة بيهم، ويشوفوا ازاي يقدروا يطبقوها على ارض الواقع. لو جينا ربطنا النهاردة بامبارح، امبارح هو كان يوم التمويل، الفاينانسينج داي، يوم التمويل، ان هم ازاي يقدروا بقى يمولوا المشاريع دي والافكار دي بشكل عام. والتمويل ده ليه يعني جزء كبير جدا جدا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. الجزء الاولاني كان في الاتفاقيات السابقة زي كوب 26 أو في جلاسكو أو غيرها في باريس، وفكرة اتفاق الدول الرائدة أو الدول الصناعية الكبيرة على أن هم يقدروا يمولوا المشاريع الصديقة للبيئة، وكمان يمولوا الدول النامية في التعامل مع التغيرات المناخية الجديدة اللي أثرت عليهم بشكل مباشر. وكان في كمان نقاشات مختلفة عن فكرة أن الدول النامية لازم يبقى ليها تعويض بسبب اللي هي اتأذت بسبب الدول الصناعية المختلفة. كان في اتفاقية ب100 مليار دولار، ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع الحقيقة بسبب طبعا يعني ظروف مختلفة، منها أكيد فيروس كورونا اللي أثر بشكل كبير جدا على العالم. عشان كده سمة المؤتمر كوب 27 هنا في مصر هي الامبلمنتيشن أو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للخطط اللي كانت محطوطة قبل كده، وكمان للأفكار الجديدة. خليني أقول لك كمان يا منى أنه امبارح، وأقول للسادة المشاهدين أنه امبارح كان نائب الرئيس الامريكي الاسبق الجور كان اتكلم عن نقطه الهيدروجين الاخضر، اتكلم عليها كتير جدا، وقرر ان هو في احدى الجلسات اطلق مبادره اسمها سباق المناخ. المبادرة دي خاصة طبعا زي ما قلنا أو زي ما بنحكي عامة بالشكل العام للجلسات اللي موجودة في كوب 27، هي مبادرة للأفكار، سباق إنه مين اللي هيقدر البلاد المختلفة إنها تقدر توصل للانبعاثات الكربونية، توصل اللي هي زيرو، يبقى يوصلوا إنه ما يبقاش فيه انبعاثات كربونية مختلفة، سباق ما بين الدول بحلول 2050. الهدف الرئيسي ان احنا قبل 2050 نبقى وصلنا لانبعاثات كربونية 0%، وده هيبقى ازاي؟ عن طريق التنفيذ الفعلي، مش بس الخطط والاستراتيجيات المختلفة. لكن كمان بجانب التنفيذ الفعلي، هي الفكرة ان احنا نحاول نتعامل مع التغيرات اللي موجودة دلوقتي، ونحاول نتكيف معها كمان، مش بس نعمل للمستقبل لكن كمان نتكيف مع الامور الحالية.